الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. حبيت ننبه بعض الشباب يعني يديروا إشاعات ويقول لك شيخ شمس الدين يطعن في العلماء، أنا حاب نقول بلي هذه كذبة وافتراء. كاين فرق بين الطعن في العالم كأن تقول هذا خبيث وهذا كذا، معاذ الله أن نقول هذا، لا أبدا. وكاين فرق بين التنبيه، يعني لما ننبهوا قال يا ودي العالم فلان يفتي هذه الفتوى وإحنا نقولوا خطأ، وننبهوا للفتوى أنا هذا الذي أفعل، إذا كانت فتوى غير صحيحة نقول ما تتبعوش ما تقلدوش، الفتوى هذه راهي باطلة غير صحيحة. ولكن كاين واحد أخرين يسموهم الناس علماء وهما ماشي علماء، هما ماشي علماء. هاوليك مثال، شوفوا يا ناس يا عباد الله، هاوليك سيدي هذا تاع عبيد الجابري، أشفوا هذا الآسم جميع الناس اللي راهي تسمعني، اجبد ورقه والسيلو اكتب عبيد الجابري. هذا الشيخ السعودي هذا من كبار علماء الوهابيه، من كبار علماء الوهابيه. يسقسيه انسان جزائري على مساله، يسقسيه جزائري على سؤال، واش يقول له؟ السمع واش يقول؟ يقول له انتم ايها الجزائريون والليبيون حمير، حمير، الجزائريون حمير. هذا كلام تاع عبيد الجابري. واللي ما راهوش مصدقني روح للانترنت دير الشعب الجزائري حمار ولا الجزائريون حمير، عبيد الجابري يقول الجزائريون حمير، راح يخرج لك الفتوى بالصوت نتاعو. ولما انا تكلمت ونددت وقلت باللي ما يجوزلوش يقول هذا الكلام، كيف تقول الشعب الجزائري هكذا؟ يعني الامير عبد القادر، يعني جدودنا، امالينا، امهاتنا، شهدائنا 9 ملايين شهيد لمديناها على جل لا اله الا الله. يجي هذا الشيخ الوهابي المسخره ويقول الجزائريون حمير. لما تكلمت يبعث رساله، رسالة يقول زعم أنا أحب رئيس بوتفليقة وأنا نحب الجزائر وأنا ما كنتش نقصد الشعب الجزائري. قال لك لازم تتعلموا اللغة. أنا كنت نقصد لما قلت الجزائريون كنت نقصد ليسألني، يعني يستحمر في عقول الناس كأننا ما قريناش اللغة العربية. لما تقول الجزائريون بالألف واللام، الألف واللام تسمى في اللغة العربية لام الاستغراق، أي تستغرق جنس الجزائريين، كل جزائري تنطبق عليه الكلمة هذه. وش معناتها الجزائريون؟ لما تقول أنت الأمريكيون معناتها كل أمريكي. يجي يتمسخر بينا الجزائريون، قال لك أنا كنت نقصد ليسألني. هاي انتبهوا الكذاب الباب دارو، يجوز واحد يسألك تقول له أنت حمار ولا أنتم حمير، ولكن واش يوجع في القلب؟ السمع الحاجة اللي توجع في القلب. نهار أنا فضحت هذا الكذاب هذا يا وقلت باللي لا يجوز له ان يقول الجزائريون حمير، ردوا علي 300 سلفي، 300 من الوهابيه كتبوا لي في الانترنت واش يقولوا لي؟ يا شمس الدين اتق الله، لحوم العلماء مسمومه، ما دام هذا العالم قال علينا حمير فنحن حمير. واحد يكتب لي يقول لي فانا حمار، وهذيك الالف تاع الميم يدير حمار ويدير ميا ميا حمار. واحد كلمني في الهاتف قال لي ماشي حق عليك، كيف تحذر من عبيد الجابري؟ يا اخي لحوم العلماء مسمومه وما يجوز لك تطعن فيه. قلت له هو يجوز يقول جزائري حمير؟ قال لي نعم. قال لي هذا عالم ما دام قال علينا حمير فنحن حمير. واش قلت له؟ قلت له هل انت حمار من حميره؟ قال لي نعم وبكل فخر. كي ولو عنا تزيريني خموا هكذا، خمجوا لهم دماغهم وسخوا لهم دماغهم. وراكو يا الاحزاب السياسيه، وراكو يا المنظمات، وراكو يا الجمعيات. زيد
وين راك يا وزير الخارجية؟ وين راك يا وزير الخارجية؟ وإذا كنت ماشي سامع راك سمعت عبيد الجابري الشيخ الوهابي السعودي يقول الجزائريون حمير. أي يكون راجل قول كلمة يا عباد ربي. كيف هذا؟ ما تندوا به، ما تديروا احتجاج، ما تطلبوا توضيحات؟ يعني هذا لازم تشرعوه، لازم يتشرع. كيف يقول الشعب الجزائريون حمير؟ حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. والانصار تاعو قال لك اتق الله يا شمس الدين، راك تطعن في العلماء. هذو علماء يقول جزائريون حمير علماء؟ واحد يفتي بجواز احتلال العراق علماء؟ واحد يشغل الشعب البوكيمون في الوقت اللي كان الشعب العراقي يحاصر، 2 مليون من الاطفال ماتوا جوعا، هذا من العلماء؟ ما لا هاك اني بلغت يا رئيس الحكومة اذا تسمعني. الشيخ شيبان رضي الله عنه، الشيخ شيبان رئيس جمعية العلماء رحمه الله، نهار اديت له السيدي وسمعوا واش قال لي، شوفوا واش قال، هذه نقولها للتاريخ، يعني هي سرقة نقولها للتاريخ. قال لي شوف يا وليدي، قال لي انا عندي علاقات مع كثير من الجهات الرسمية في السعودية، عندي علاقات مع كثير من الجهات الرسمية في السعودية. قال لي أنا بحكم أني رئيس جمعية العلماء المسلمين عندي تحفظات، عندي سياسة، عندي لازم ندير خطوة ونولي زوج لله. قال لي على بالك، قال لي بصح أنت شوف يا وليدي، والله هكذا والله وما تردش عليه، ما راك وليدي، ما راك صاحبي، ما راك خويا، ما راني شيخ نتاعك، ما راك والو، يا والله ما تردش عليه في الوضع اللي راك فيه. قال لي خاطش أنت راك وحدك، ما عندك حتى علاقة ولا ارتباط ولا سياسة ولا، إذا أنت ما رديتش عليه والله ما راك لا وليدي ولا صاحبي ولا خويا، باش تعرفوا الأمور. ما لا مدى بنا وزير الخارجية إذا راه يسمعنا يفتح تحقيق، روحوا للإنترنت ديروا الشعب الجزائري حمار، هاي تخرج لكم الفتوى، هذا يفتي باللي الجزائريون حمير، الآخر مفتي واحد آخر يفتي بلي الاعلام تاع الجزائر بدعه، القراني قال لك الناشيد تاع الجزائر فيه المعصيه لما يقول قساما، هذه الجزائر خرجوها من التاريخ، نحوها، حابين ينحوا الجزائر، حسبنا الله ونعم الوكيل. انا واحد يقول الجزائري حمير، انا عندي هذا ما نستعرش به اصلا، هذا ماهوش من العلماء باش يقولوا ردينا على العلماء، هذا لازم يتربى وياخذ الفلقه، ولو كانت زيجة الدولة ولو كان كاين رجال في هذا الحكم، هذا كان لازم يرفع عليه دعوة قضائية وتولي قضية رسمية باش السعوديين يزقيو عليه ويربيوه ويمنعوه من هذا التصريح ويطلب اعتذار رسمي، ماشي يبعث رسالة يدير لنا حيلة. القط والفار قال لك أنا يا ما كنتش نقصد الجزائريون، أنت قلت الجزائريون حمير، هذا واش نفهموا حنايا، حسبنا الله ونعم الوكيل. كاين واحد آخر سلفي راه زعما كتب رسالة باش يسلك الشيخ نتاعو، زعما رسالة باللي يجوز تقول الجزائريون حمير، جاب لنا الأدلة، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كذا، الصحابة كان يقولوا كذا، زعما راح يدير الأدلة، يعني عوض ما يروحوا طريق قبالة. قال الشيخ نتاعنا غلط وعليه أن يتوب ويستغفر ويندم على ما فعل ويعتذر، بالك الشعب يسمح له، وإذا سمحنا له احنا الحيين كيف يدير مع الموتى؟ كيف انا يوقف له بن بولعيد؟ كيف انا يوقف له عميروش؟ كيف انا يوقف له الامير عبد القادر؟ كيف انا يوقف له الامام المنشاريسي؟ كيف انا يوقف له الامام الحداد؟ نهار يا ربي يحيي الموتى من الشعب الجزائري، كيف يلاقي ربي هذا الشيخ؟ عوض ما يروحوا للشيخ نتاعهم يقولوا له راك غلط، لا لا، راحوا يقنعوا في الشعب الجزائري باللي لازم يقبل ما دام قال عليه هذا الشيخ انه حمار. حسبنا الله ونعم الوكيل، كي ولا جزائي يقول لك انا حمار من حميري، حسبنا الله ونعم الوكيل. راك سمعت يا وزير الخارجيه، راي في عنقك، دبر راسك اتحملها. هذه امراه تقول انا من حيدرة، انا من حيدرة عمري 34 سنه، اكتب لك هذه الرساله وانا ابكي بعدما تقدم شاب لخطبتي على سنة الله ورسوله، ولكن أمي رفضته بحجة أنه ليس من منطقتنا، نحن أصلنا من الصحراء. يا وانتوا ها كنتم أصلكم من الصحراء
واش راكو ديروا في حيره مالا؟ وهو من منطقة القبائل، يعني الزواج ولا بالأصل هذا مادام هو من الصحراء، ومادام هو من القبائل وانتم من الصحراء ما لا ما نزوجوش. الله يهديكم الله يهديكم. شوفوا غير جدودكم ماليكم. أنا لو كان العائلة تاعي يتلاقوا في العيد تقول عنا الأمم المتحدة، الداين من الصحراء، الداين من بلاد قبائل، الداين من الغرب، الداين من الشرق، الداين من الوسط، من كل مكان. شوفوا جدودكم، واحد مع النابه مزوج بوحده من الصحراء، من الصحراء الدايم تيزي وزو، ام تيزي وزو مزوج بوحده من سوكاراس، ومن سوكاراس الدايم الوهران. ويعني هذه هذا هو الاسلام. انت جايه دوك جيتي انت ديري لنا عنصريه. اصلنا من الصحراء وهو من منطقه القبائل. وهناك حجه اخرى وهي انها تحب كثيرا المال، وهذا هو السبب. هذيك الصحراء وقبائل غير حكايه برك. وهي انها تحب كثيرا المال، وقالت لي عندما تقدم لهذا هذا شاب ان عائلته تقطن في عماره وليس في فيلا، خاطر اصحاب الفيلا كاع راهم سعاده. سما لو كان هذا يسكن في الفيلا معناتها بنتك راح تعيش سعيده. الله يهديك. كي جعلتي السعاده عماره ولا فيلا هنا راكي خلاص بطاقه حمراء، بطاقه حمراء الحاجه خلاص. إن عائلته تقطن في عمارة وليس في فيلا، وأنا لا أريدك أن تتزوجي مع ناس كيما هادو اللي جاو من باش جراح، هادو عروبية تاع عمارة، حنا نحوسوا على ناس تاع الحطة. الله أكبر، شكون هما ناس تاع الحطة؟ ها ناس تاع الحطة، ناس تاع الحطة هما اللي يطيعوا ربي. قال صلى الله عليه وسلم: الكيس، شكون هو تاع الحطة؟ الكيس الذكي الفطن اللي يعرف يخدم. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس اللي حاسب نفسه وخدم لما بعد الموت. الناس يتخدم للدنيا ويخدم الاخره، هذو معنى تاع الحطه. صانتوما واش تقصدوا الحطه؟ هي الماده، الفيلا والطونوبيل والدراهم والتحواس، هذه هي الحطه. ما دامك تحوسي على الحطه يا انساي انسي التوفيق تاع ربي، لان نيتك من البدايه هي الماده، ومن اراد شيء عوقب بخلافه. عوض ما تحوسي السعد لبنتك والصلاح لبنتك والتقوى لبنتك والعزه لبنتك، وراجل ليحميها ويصونها ويغير عليها ويوكلها الحلال ويدلها على الله، ينوضها للصلاه، ويعني يعلمها امر دينها وتعيش سعيده. العفاف والكفاف. اكو شفتوا ديك النهار راجل رجليه مقطعين، هذه والله اعلم في سطيف، رجليه مقطعين ولحيته بيضه منور، كي سقساو مرتو مرتو ما شاء الله ما خاصها والو، والله غير سمعتها بدني. واش قاتلهم؟ قالت لهم انا كي قالوا لي صالح تزوجت به، قالوا لها كيف راكي معاه؟ واش قالت؟ اسمعوا هذه الكلمه، راجلها رجليه مقطعين يمشي على اربعه هكذا، يمشي على اربعه ويخدم كوردوني يسمر صبابط. واش قالت لهم؟ قالت لهم راني معاه في الجنة نعوم، هكذا راني معاه نعوم في الجنة، تعوم في الجنة. يعني هذه الكلمة وش معناتها؟ وعايشة سعيدة، لأن هذاك الحلال اللي ياكلوه يدلهم سعادة، سعادة ما شاء الله. ربي ينور لهم قلوبهم، وقلوبهم ما تكونش كحلة، دائما واسعة ومليحة وحاجة قليلة يشوفوها بزاف. ولما يكون القلوب مغلوقة وكحلة حاجة بزاف يشوفوها شوية. مال انت يا بنتك هذه تحوسي لها الناس تاع الحطه. وقالت لي ستكون متبرئه مني اذا تزوجتها. ما فيها والو غير تبرئي وراي وتبرئي من بعد، ولا عن بالك اي واحد يتبرأ مولده معناتها ربي يغضب عليه اذا كان على حق. يا شيخ هذا الشخص ما زال متمسك بي ولا يريد خطبه فتاه اخرى، الناس تشهد على اخلاقه. الى هاولك قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. ها هو الدين مسلم وعنده أخلاق، هاي الناس قاعد تشهد له. أفيدكم يا شيخ، كلما أصلي صلاة الاستخارة أحس بالطمأنينة، أرجوكم يا شيخ اعطي كلمة مباشرة لأمي لأنها من متتبع الحصة، والله على ما أقول شهيد. أما للحاجة إذا كنت تسمعي فينا زوجي بنتك يعني 34 سنة ماشي حرام عليك كي شدتها في الدار 34 سنة، واش كي تسنى يجيك وليد الحطة؟ هاو جات على الحطة، هذا هو تاع الحطة.
رجل مسلم وعنده أخلاق حسنة وأرقاز، واش خصك؟ واش كيحبها؟ واش يجي لها؟ واش لازم يجي هذه الطفلة؟ اتقي الله يا أمي، زوجيها، الزربي زوجيها، هاني نصحتك باش ما تقوليش ما على باليش وما سمعت وما فتوليش، هاني قلت لك. نختم بهذا السائل يقول: سيدي أنا تاجر للتوابل والأعشاب الطبية، هل مادة الجاوي والبخور حلال أم حرام؟ لأن بعض المشعوذين يشترونها من عندي بكمية كبيرة، وأنا لا أعلم ماذا يفعلون بها، وقيل لأنها حرام وأنت المسؤول معهم. الجاوي هو عبارة عن مادة معطرة غير كيميائية فقط، عطور ريحة، عطور ريحة، مادة معطرة غير كيميائية، هذا ما كان، ما عنده حتى علاقة بالصحاحة، وإنما تعودنا حنايا أن السحارين يستعملوا الجاوي والبخور في الغرف نتاعهم باش يخلعوا الغاشي، ولا والناس يعتقدوا بلي الجاوي هذا سحر. حتى ولينا لما نجيبوا الجاوي من مكة ما نقدروش نديروه في ديرنا، لو كان نديروه في دارك ويشموه الجيران يقدروا يتهموك بلي كدير في السحر، وهو ما عنده حتى علاقة مع السحر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.